السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، في الطويرات ديالكم صحة جيدة. شكرا بزاف على السبورت ديالكم والتعليق الزوينين ديالكم. بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مؤخرا. الحمد لله راه قربنا نكملوا ثاني 2000 مشترك، راه نكملوا 2000 مشترك، غادي ندير جيف اوي ان شاء الله باذن الله. الخبر الزينه هي هذه. دابا غادي نرجعوا للموضوع ديال الفيديو، وشكرا بزاف على الناس اللي شولوا فيا كيقولوا غبرتي ما لحقتي باقي شي فيديو. كان عندي شي ظروف وكان عندي شي مشاكل في بالنسبه لليوتيوب وهادشي اللي كان الاخوان. اليوم قدينا المسائل وجينا ندير تتمة ديال الفيديوهات اللي تنقدموا، يعني وصلنا لعلامات الجهوزية ديال يعني علامات التزاوج عند طيور الكرام. بالنسبة للذكور راه ساهلة، راه التغريد القوي جل المخرج ديالو بالطريقة راه تيبان لك التيب ديالو خارج. أما بالإناث تكون صعيبة شوية عند المبتدئين، اما عند الهواة الذين يحترفون او متقدمون في هذا المجال يعني غادي يعرفها من يشوفها. يعني بالنسبه للنداوي كيفاش تعرف هي كثره الحركه وانها تصدر صوت تقلد الذكور، تبدا تتغني شويه. هذا الشيء اللي كان الاخوان. وكاين ثاني علامه اخرى هي هذه، شوف هنا تتبدا كرشها تتنقى تتحيد الريش من هنا. هذه هي علامة الجهوزية عند الأنثى. كما تشوفوا معايا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. وشكرا بزاف لكم والتعليق ديالكم الزوينين، شكرا بزاف. سيبو بيز شي كلمة شمال.